الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطرق والنقل. الشرطة الفرنسية تعلن مقتل منفذ حادث إطلاق النار بمدينة ستراسبورغ خلال عملية أمنية. الواحدة صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس وبن زايد تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وبقطاع الطرق والنقل في إطار متابعة الرئيس الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك لعدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل. بدأت الجولة بتفقد مشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر. كما شملت الجولة مسجد الفتاح العديم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين. المساحه البنائيه يا فندم 35 فدان، احنا النسبه البنائيه 50%. انا سيادتك منطقه تمركزنا، واقفين يا سيادتك في مكان نص التذكاري، وعندنا سيادتك 10 مبادئ مكونين المشروع. المبنى رقم 1 يا فندم هو المبنى الابتدائي، مكون من ارضي واثنين دور واثنين دور يا فندم، على مساحه 4441. ده يا فندم المبنى الابتدائي ساكن الواجهات بتاعته. ده المبنى الابتدائي اللي هو سيادتك جنب المسجد. جنب المسجد بالظبط. مبنى رقم 2 يا فندم اللي هو مبنى خدمات حمام السباحه اللي هو هنا سيادتك، ده ارضي واول، وفي حمام سباحه نص اولمبي وحمام سباحه اطفال. مبنى رقم 3 يا فندم اللي هو المسجد ساعه التكتيك المصلي. مبنى رقم 4 يا فندم هنا سيادتك المبنى اللي هو مجمع مطاعم. المبنى ده خلصان يا فندم بنسبه 100% متشطب، فيه 7 مجمعات، 7 محلات مطاعم. المبنى الخدمي هنا يا فندم اللي هو سيادتك، ايوه ده سيادتك مبنى دور ارض يا فندم، مجموعة بنوك ومجموعة خدمات لأسر الشهداء. عندنا سيادتك هنا يا فندم مبنى رئاسة الجهاز أو رئاسة المجلس، هو عبارة عن أرضي ودورين، وفيه يا فندم قاعة مؤتمرات 900 متر. مبنى رقم سيادتك مبنى المعارض أرضي وأول، ومبنى الورش، ومبنى سيادتك التأهيلي والمستشفى. المستشفى قد إيه يا شيخ؟ المستشفى 100 سرير يا فندم. 100 سرير. 100 سرير يا فندم. شكراً.
مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق. وقد قام السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية بمصافحة العاملين في تلك المشروعات، مشيدا بجهودهم ومشددا على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ وفقا لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلا عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل. وخلال الجولة استجاب الرئيس السيسي لطلب السيدة نحمد في مساعدتها في الحصول على سيارة للعمل عليها. وأشاد الرئيس السيسي في مداخلة تلفونية بالمرأة المصرية والتي تعمل بكل جهدها للحفاظ على بيتها بكل عز وحياء وحب للمجتمع. لا ما تجريش ازاي؟ والله كنت بتمناها. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة. لا انا سعيد ان انا شفتك لازم اسلم عليك. يا رب ترديك الصحة. يا رب خير. وفقك. يا رب خير. عندك اولاد؟ عندي. اشكرك. اشتغل قد ايه؟ كم ساعة؟ يا فكرة بشتغل يعني ما تفاجئش حضرتك بشتغل في العصر. ايوه. بشتغل حوالي 10 ساعات. ما شاء الله. يا رب مش عايزه حاجه. هو انا عايزه حاجه. العربية مش بتاعتي شغاله عليها. عايزه اي حد يتوسط للمعرض اخد عربيه وادفع انا قسطها بس معيش مال. تسلم. مش عايزه حاجه تاني. يا رب يخليك يا رب. صحيح والله. يا رب يخليك. 100 راجل. يا رب يخليك يا رب. تسلم. يا رب يخليك. شكرين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. 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 والبس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلتها ما انا عارفك قدها وقدودها تشيلها. ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجاله. مصر 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 تحيا مصر يا مصر. وفي استجابة سريعة للسيدة سائقة الميكروباص والتي التقاها الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية، تسلمت السيدة نحمد سيارة ميكروباص خاصة بها من أجل دعمها في عملها. أسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ بغرب فرنسا عن تصفية منفذ الهجوم والذي خلف قتلى وجرحى في المدينة نفسها قبل أيام. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن منفذ الهجوم كان يختبئ في أحد المستودعات في إحدى ضواحي مدينة ستراسبورغ. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.